حسام حسن في تصريحاته اتكلم على ان هو عنده شبه تخوف، او مش عارف تخوف ولا ايه، مش عارف عبد الله يعني، فكره ان اللي يقود وفكره ان هو يعني الهارموني او فكره التعامل او ما اعرفش حاجه يعني، حاجه مش عارف امسكها بالظبط يعني، تخوف او ان هو ان في ناس ما كانتش قابلة بوجوده النهارده، ممكن الناس دي ترجع يعني، في اشاره لان في اسماء مثلا بتتردد دايما في اداره الكره المصريه يعني، كابتن هاني بوريدا، كابتن شوبير، كابتن احمد مجاهد، كابتن ايمن يونس، كابتن مجدي عبد الغني، الاسامي الكلاسيكيه، محمود الشامي طبعا. هل الاسماء ديت هي الاقرب بعض منها يعني، ولا شايف ان ممكن يبقى في مفاجات في الفتره اللي جايه فيما يتعلق باتحاد الكره ومن سيقود الكره المصريه؟ طبيعي حق مشروع لاي حد هينزل، ده حق مشروع، بس نتمنى طبعا في الفتره اللي جايه اللي ينزل يعدل مسار الكره المصريه شويه. انت شايف بانك كذا فتره او كذا سنه دوري مالوش طعم، مالوش ريحه، عدم انتظام في الجدول، حاجات كتير. فاكيد كابتن حسام متخوف، بس اللي انا عايز اوصله لكابتن حسام، انت ماشي بخطوات ثابته، الدنيا زي الفل معاك، حققت انجاز، عدلت بشكل كبير من شكل المنتخب. احنا ما وصلناش للي احنا نتمناه، بس بشكل ممتاز انت ماشي بخطوات ثابته، مكاسب متتاليه، افريقيا يعتبر من اول الفرق اللي وصلت للمغرب ان شاء الله، كاس العالم، تصفيات كاس العالم ماشي فيها بشكل كويس، نتائجك هي اللي بتحكم، وانت اكتر واحد بترد دلوقتي، مين يجي مين ما يجيش، كان في صراعات قبل كده، حد كان بيهاجمك، اي حد يجي بس يصلح الحال. ماشي حاجه اسمها اي حد، والله اي حد يجي. يعني اي حد؟ يعني اي حد؟ انا عايز حد يجي يصلح الحال، يعمل لنا جدول محترم، دوري محترم، انتظام، ما في شركه المانيه، ما يشوفش، ما في شركه المانيه على عيني وراسي. ما احنا جبنا برضو من لما قلنا التحكيم، رحنا جبنا حد انجليزي و كاتنبرج وبريرا، وفي الاخر لا حياة لمن تنادي، يبقى الحال كما هو عليه. ما يجي شركة ألمانية، يجي شركة إسبانية، يجي اللي يجي، بس يحقق لي المستهدف اللي أنا عايزه. لا أشوف أبيض أهو، لا أبيض ولا أحمر. سبت سبت. عندي أفريقيا التلاتة ألعب تلات. عندي ماتش بره ماتش جوه، ألعب في جدولك اللي هيتحط ألعب عليه. أضيف لك حتة يا عبد الله. اتفضل. 64 ماتش في تصفيات أفريقيا ولا حكم مصري. طيب. طب دي كارثه. انا يا جماعه في برضو موضوع، وانت بتقول ابيض واحمر، وانت لعبت في النادي الاسماعيلي، انا مش عارف هل القلق ده عندي انا بس يا جماعه، ولا عندي ناس تانية يا جماعه. ما حدش بيتكلم خالص على نادي عظيم جدا اسمه النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي باع ابرز اتنين عنده، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي. عبد الله انت قريب من النادي الاسماعيلي اكيد، ودايما بتتكلم معاهم، الدنيا هناك دايره ازاي؟ انا عايز اطمن بجد، انا ما اعرفش حاجه. بص، الدنيا طبعا بعد وفاه كابتن ايهاب جلال الله يرحمه، طبعا الدنيا ما كانتش مستقره بشكل كبير، كان في احتمال ان كابتن حمد يكمل، في احتمال ان في اسماء تانية مطروحه. مش كابتن حمد كمل؟ كمل خلاص. مدير فني. مدير فني ماشي، انا بتكلم على اللعيبه بقى. كابتن كابتن ايهاب الله يرحمه كان عامل برنامج او عامل بلان النادي الاسماعيلي يمشي عليه الفتره اللي جايه، وهم بيحاولوا يكملوا البلان ده، انما طبعا يعني انا برضه في وسط الكلام، البلان ده ما يطمنش ان انت بتعتمد على اعمار صغيره او بتحاول تطلع من قطاع الناشئين، بس نادي الاسماعيلي في الفترات اللي جايه مش هيستحمل، لان برضه بيقول لك ايه، مش كل مره تسلم الجرس. مفيش لعيبه، مفيش فلوس لسه لحد، مفيش فلوس، مفيش. انت بعت عمر الساعي عشان ازمات القيد والكلام ده. يعني انت بعت عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ماشي. عبد الرحمن هقول لك حاجه، عمر الساعي كان اتباع ب 50 او ب 35 وفي 15، قول ب 50، وكان فك القيد اساسا علينا 85 مليون. فانت بتتكلم في رقم. طب عبد الرحمن مجدي جاب كام؟ ايا كان الرقم هيجيب كام لعيب؟ بيقول لك الاثنين عملوا 90 مليون. 90 مليون. طب منهم 85 مليون اتدفعوا لفك القيد. فانت بتتكلم في ازمات ماليه نادي الاسماعيلي بيمر بيها خلال السنوات الاخيره، ومش سنوات، انت بقالك فتره. فانت يعني الله يكون في عون الناس طبعا المتواجده، بس لازم يكون في حلول جذريه بمعنى صح، لازم يكون عندك موارد، لازم يكون عندك دعم. هو مجلس الاداره ده جاي يعمل ايه؟ المفروض جاي يحل. صح كده؟ طبعا. ويبقى عنده افكار خارج الصندوق، عنده افكار خارج الصندوق خالص. يا اما يجي للنادي الاسماعيلي زي ما في النادي المصري مثلا مستر كامل، يجي مستثمر ابو علي، يجي لا يجي راجل زي رئيس النادي يكون بالظبط، بيبقى جاي يشيل 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 بالظبط. ده اللي يا ريت، ده اللي اتمناه. نادي الاسماعيلي نادي كبير. الناس ساكته ليه يا محمد؟
بص مين فين فين رجال اعمال اسماعيلوية؟ فين محبين اسماعيلي؟ والله الناس دي كانت زمان، كانت زمان والله. يعني عشان اقعد ابص دلوقتي اشوف مين اللي بيساعد او مين اللي بيحل، يعني مين بعد العثمانيين دلوقتي؟ مفيش كله في الهوا. انا اسف مع كامل الاحترام للناس كلها، يا جماعه نادي الاسماعيلي الكره المصريه بدون اسماعيلي واهلي وزمالك او العكس او العكس ملاش لا طعم ولا ريحه. دول الثلاثه الكبار اللي احنا اتولدنا واللي قبلنا جه وشاف واللي هيجي بعدنا هيشوف هيعرف ان في اسماعيلي اللي حقق اول بطوله افريقيا دخلت مصر كان نادي الاسماعيلي. ايوه نادي الاسماعيلي اللي جاب كابتن علي ابو جرشه، كابتن شحته، كابتن رضا، اللي طلع نجوم كتير. نادي الاسماعيلي مفرغه كان لانديه مصر. تمام. نادي الاسماعيلي كان المتعه. تمام. فاتمنى ان الناس تفوق شويه النادي الاسماعيلي. كابتن عمرو، هل اشرف داري هيلحق السوبر ولا مفيش مشكله؟ مش مشكله. عشان انا عندي خبر ان هو في جاهزيه ليه وان هو يبقى موجود، وان في وبرده عندي خبر ان الاهلي بيفتح الباب امام عوده محمد شريف ممكن يرجع. ولا ده اشاعات؟ مفيش كلام كابتن رمضان، لا قافل الموضوع خالص، مفيش كلام اي حاجه عن الصفقات. هو الفكر كله في مباراه السوبر وماتش العين بس، بدايه من مباراه سيراميكا. يعني الناس متخيله ان النادي الاهلي رايح عشان يفكر النهائي هيبقى مين، لا بفكر في الخطوه اللي قدامي الاول، مباراه سيراميكا ثم من هو اللي هيبقى في النهائي. يعني المباراه